وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة هالة أحمد سليمان، مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. بحريننا، أهلا بك سيدة هالة في نشرة الأخبار. وبداية، ماذا يمثل لكم انطلاق المعسكر الصيفي في نسخته 15، وما مدى دوره في تعزيز الولاء والانتماء لطلبة المعسكر؟ نعم، ضمن مبادرات وزارة الداخلية يأتي المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة في نسختها 15 كدليل وتأكيد على نجاح مخرجات المعسكر والتجاوب الفعال من مختلف فئات المجتمع. استمرارية المعسكر والتطوير والتنوع المستمر في برامج وفعاليات وأنشطة المعسكر من خلال تعزيز المضمون والمحتوى بحيث أنه يواكب التغيرات، متطلبات وتوقعات الناشئة والشباب، وبالتالي يساهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. يمكن مع تدشين الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، شملت مبادرات قائمة مثل معسكر الصيفي الأكاديمية الملكية للشرطة وغيرها من المبادرات المستحدثة لكافة الفئات وبالأخص شباب الوطن، ليصل عددها إلى أكثر من 100 مبادرة. ومن خلال هذه المبادرات أو من خلال المعسكر الصيفي استطعتنا أن نصل إلى أكبر قاعدة جماهيرية من الناشئ والشباب ليساهموا في بناء مستقبل الوطن من خلال فكر واعي. نعم سيدة هالة، يقام المعسكر هذا العام بالشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية، هل لك أن تحدثينا عن هذه الشراكة ودورها في تنوع الفعاليات؟ سر النجاح مملكة الحبيبة في المبادرات الوطنية هي عملنا معا كفريق واحد، أو حتى نقول دائما فريق البحرين، لصناعة مستقبل أفضل للجميع. ولكن بإمكاننا أن نصنع هذا المستقبل من خلال إعداد الأجيال الحالية والقادمة. الشراكة المجتمعية من خلال التعاون والتضامن ما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي تلعب دور حيوي في إنجاح المبادرات الوطنية. على سبيل المثال، من خلال المعسكر هناك تعاون ما بين الوزارات والقطاع الخاص، المحافظات والمؤسسات الأهلية في تنظيم برامج الزيارات، دورات تطوير مهارات، دورات تطوير التنمية الذاتية، فعاليات ثقافية وتفاعلية. ويتم الاستفادة أيضا من خلال الكوادر والطاقات والخبرات الوطنية في تعزيز وترسيخ القيم الوطنية للناشئة والشباب. فلولا تضامن وتعاون الجميع ما كان ممكن أن نصل إلى عامنا 15 في المعسكر الصيفي، وأن يكون هناك مخرجات تؤكد على نجاح هذا المعسكر. نعم، الأستاذة هالة أحمد سليمان، مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحرينونا، شكرا جزيلا لك.